صباح الخير، صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. أنا هنا في واحد ليسباس فيه كارفور، فيه ديكاتلون، فيه مغازان فلو، كيابي، وفي محلات كثيرة، غوتشا، في مآهي وفي كارفور. هنا الناس اللي ما كتعرفش ان المغرب فيه كذا لغه، فيه الامازيغيه، فيه الحسانيه، فيه الريفيه، فيه التشلحيت، وفيه هذا الدارجه المغربيه. دونك هذه كتابه امازيغيه كتعبر على هذا المكان اللي انا موجوده فيه. حتى دونك هذه كتابه امازيغيه، الفابي امازيغيه. هنا موجوده تفسير ديال هذه الكتابه اللي هي تنميرت أكادير. تنميرت أكادير معناها مرحبا بكم في أكادير. أكادير اللي هو الحائط. دونك هي هذه الكتابة الأمازيغية بالنسبة لهاد الترجمة ديال تنميرت أكادير. حنا فخورين كسوا بربر أو أمازيغ أو شلوه أو حسانيين صحراوة أو مغاربة، كنفتخروا بالثقافة ديالتنا صغيرة أو كبيرة. هذا كيعبر على التراث المغربي أو الهوية الشخصية ديالتنا كمغاربة. دونك دخلت لديكاتلون، جبت شي حوايج البنات بس منعوني من التصوير، قال لك خديت الرخصه بتاعهم، قال لك لا التصوير ممنوع. ففي محلات انا ما اقدرش اصورها لكم، لازم نطلب الرخصه ديال الناس، واللي كيسمح لي بالتصوير راني كنصور. كنتمنى لكم صباح مبروك، كنتمنى لكم صباح حلو بحالكم. انا حتى انا توحشتكم نهضر معكم، دونك كنزل فيديو بفيديو لانني جيت نستافد او نعيش الجو العائلي مع الاهل ديالي. ما غاديش نصور بيت بابا، هناك الالعاب الواقع الافتراضي اللي هي لا 3 ديمونسيون. ما غاديش نصور بيت بابا ولا غنصور بيتي، يعني هذه كتبقى واحد لافي انتيم ديالتي، ما كندخلهاش في القناه ديال اليوتيوب. وانا كنحترم حتى الناس اللي كيصوروا لافي انتيم ديالهم، هذا كيرجع للتفكير ديالهم وثقافتهم. هذا ماشي انا كنتقدهم ولا شي حاجه، كل واحد حر في حياته. دونك الحياه الشخصيه ديالتي او العائليه ديالتي اللي مسموح انا راني كنصور، ممكن نصور بنياتي مره في الفيديو معايا، او ممكن انا ننزل شخصيا نصور نفسي في ريستورون او في بارك. ولكن كاين شي حوايج اللي كيبقاو خاصين بليلى ومسيو سليمان ولا فامي سليمان. دونك كنتمنى لكم دوزوا نهار زوين ونهار حلو كما تمنيتو نتوما، كما حبيتو نتوما. المحلات اللي مسموح لي نصورها راه غادي نصورها لكم، والمحلات اللي ما مسموحش لي نصورها انا كنحترم الراي ديال الناس في قوانين كتخص كل مغازان. كنتمنى لكم صباح مبروك، وتحيه كبيره من مدينه اكادير لحبابي وحبابتي مصريين مصريات، مغاربه مغربيات، فيما كانوا، جزائريين، اتراك، كاع الناس اللي عندي في القناه، الناس الطيبه اللي كتشكر فيا، اللي كتكتب لي كلام طيب طالع من القلب، اللي كتحبني وكنحبها من القلب الصادق. كنتمنى لكم نهار زوين ونهار مبروك، وكنقول لكم الى فيديو ثاني ان شاء الله. مع السلامه.